أنا بك شامل يعني أنباء عن أن الجيش الحر تمكن من تحرير السرية الثالثة والسرية الرابعة أيضا في القنيطرة البارحة واليوم الذي قبله، واليوم يرد النظام بقصف المناطق في القنيطرة والريف. ماذا تخبرنا أكثر عن أهم التفاصيل الميدانية لهذا اليوم في القنيطرة؟ نعم أخي، أخبرك الآن الخبر العاجل. مع سلسلة انتصارات حيث تمكن الجيش الحر في تجمع بئر عجم في القطاع الأوسط في القنيطرة من تحرير العديد من السرايا أيضا، حيث حرر منذ ساعات قليلة رسم الهور وهي سرية تابعة للواء 61 وهي تقع تحت قرية بريقة بالقرب من السد، بالإضافة إلى تحرير سرية اليرزن التابعة للواء 90 في منطقة عين الدرب تحت بئر عجم. هذه السريتين حررت منذ أقل من ساعتين على يد أبطال جبهة ثوار سوريا. تمكن الجيش الحر من اقتحام السرايا أكثر من 20 من جنود النظام كلهم قتلى ولم يصب أي من المجاهدين، الحمد لله وفق الأخبار الأولى بأي. كما تمكن حركة أحرار الشام الإسلامية بالاشتراك مع عدد من الأندية من عطب عربة بي إم بي، بالإضافة إلى جيل دبابة أخرى خلال الاشتباكات العنيفة التي جرى في معارك صد الأرتلة العسكرية التي استقطبها النظام من كل حد، وصوب حاول أن يؤتي بأرتاله العسكرية من شتى المناطق. فكان المعركة الأولى القادم من جهة الهجة هذه المنطقة استراتيجية للنظام لأنه يحاول استرسال، ففي محاولته أخذ هذه القرية المدينة يفك الثرى ويقضي التل الأحمر وطرق داد جديدة مقربة من التل الأحمر الذي أصبح محاطا بكافة اتجاهات بالجيش الحر. يعتبر حاليا القطاع الجنوبي من القنيطرة محرر كان باستثناء هذا التل. كما درت ايضا اشتباكات عنيفه بين المجاهدين وقوات الاسد على الطريق الواصل بقريه عين التين بالقنيطره وباسم بدرعه خلال تصدي الجيش الحر للدائرات العسكري كان قادم من تل الحمراء، وكان الرعب المهم هو قطع هذا الواصل الى درعه القنيطره بعد ان استطاع الجيش الحر خلال اكثر من اسبوعين متتاليين على تامينه بشكل كامل، وكانت خط طريق مفتوحه على المدنيين. كما كان القصف بشكل جنوني تعرض له الجنوبيه من قطاع القنيطره خاصة عين تينا وعين زيواء وعين العبد والهيجة والدوارة وعين فريخة، كما سجل أيضا ثلاث غارات طيب. للطيران. شامل لو سمحت لي، يعني أهمية السيطرة على السرية، تحرير السرية الثالثة في ريف القنيطرة، يعني هل هي كم تبعد، أولا كم تبعد عن مدينة القنيطرة؟ هي في القطاع الجنوبي، كم تبعد عن مدينة القنيطرة؟ وهل اغتنم الجيش الحر خلال التحرير دبابات أو أسلحة ضمن السرية؟ يعني أهميتها الاستراتيجية والأهمية أهمية تحرير هذه السرية ما هي يا شامل؟ نعم أخي، إن هذه السرية تعتبر آخر معقل سرايا الدفاع الجوي في القطاع القنيطرة، هي تبعد مسافة جيدة عن مركز منطقة القنيطرة، منطقة خان أرنبة والقرى المحيطة لها، لكن الأهمية الكبيرة أن النظام لم يعد أي طريق آمن مع تحرير هذه السرية، فقد بات النظام الطريق الوحيد لإمداد قطاعه العسكرية عن طريق أو بالحوامات، حيث يرمي الأغذية والذخيرة عن طريق الحوامات الغير، فأي رتب أو أي تيار بعد تحرير هذه السرايا أصبح هدفا سهلا لقوات الجيش الحر. لم يعد للنظام أي طريق آمن في القنيطرة بالذات أبدا، فهناك العديد من الأعمال العسكرية التي لا تذكر لكن كلها على أهمية كبيرة، كما يكون أهمية المعارك الكبيرة سد الثوار الدولية الأرتال العسكرية الصغيرة إلى الأفراد حيث موجود في المحافظة. نعم، شكرا جزيلا لك شامل الجولوني، مراسل شبكة شام، حدثنا من القنيطرة.